أستاذكم دلوقتي مشاهدينا مع تقرير، وشركة تميز للتطوير العقاري بتستكمل مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة، ونظمت حفل بمناسبة تدشين مشروعها الجديد مدار في حضور نخبة من خبراء التسويق العقاري. تعالوا نشوف التقرير. مشروع مدار موجود في منطقة الداون تاون، هو مشروع أرضي و12 دور تجاري إداري طبي متعدد الاستخدامات، موجود في منطقة الداون تاون. وبالنسبة للإداري في خدمات كبيرة فيه، زي مثلا الخدمات الإدارية، المكاتب الإدارية بتخدمها، مكاتب اجتماعات بتبقى موجودة لكل العملاء اللي بيشتروا فيها. احنا بنبدأ بأول 5% وتقسيط لحد 10 سنوات. إن شاء الله خلال 15 يوم من دلوقتي هيبقى التسكين موجود في نفس الفندق اللي احنا عاملين فيه الحفلة ده إن شاء الله. طبعاً أنا بهنيهم مبدأ الأول وبحييهم على المجهود وبتمنى لهم التوفيق والنجاح في كل مشاريعهم بإذن الله. إحنا الديزاينر للمشروع، يعني المشروع كله إحنا، يعني تقريباً إحنا المصممين المشروع كامل بكل تفاصيله يعني. لا طبعاً إحنا دورنا مكمل بعد كده دعم فني وتنفيذ وإشراف على التنفيذ، إحنا شركتنا هي المسؤولة كامل عن الموضوع المعماري والإنشائي من أوله لنهايته يعني، لحد ما نسلم المشروع للعميل. احنا مجموعه هيلث كير الطبيه ليها كيان موجود على ارض الواقع، احنا كنا مع تميز في المشروعين بتوعهم اللي فاتوا ايفوري بلازا وفايف بزنس هاب، والنهارده معاهم في المشروع الجديد ونتمنى لهم كل الخير. هو الكيان الطبي النهارده بقى حاجه مهمه جدا جدا جوه العاصمه الاداريه، ونجاح المشروعين اللي فاتوا خلى تميز النهارده تنكريز الفاليو دوت وتزود عدد النطاق بتاع العيادات والبولي كلينكس بتاع العيادات الموجوده جوه المشروع الجديد بتاع مدار. والله الحقيقه احنا بنساعد تميز في اخراج اللانشنج بتاعها او اطلاق المشروع الجديد بتاعها اللي هو مدار بافضل شكل ممكن، وبالتالي بنساعد في الماتيريال اللي بتتعرض سواء جوه الحفله او بره الحفله، بنساعد في السيت اب والديزاين وما يخص كل الديكور والستيج والشاشات وكل ما يخص اطلاق المشروع بشكل متميز يليق باسم شركه زي تميز. والله اكيد السر الناس اللي شغالين معانا، يعني ناس في سترايك الحمد لله، ناس على اعلى مستوى، من اول بقى دكتور محمد الزيات المدير العام والعضو المنتدب لغايه بقى اصغر حد في الشركه، ناس كلهم ناس كفاءات وناس عملوا يعني مش هقول لحضرتك عشرات مئات الحفلات يعني، فالحمد لله عندهم الكفاءه الكافيه والعلم برضو ان هم يقدروا يعملوا حاجه كويسه الحمد لله.